من صفحات هذا الموقع أرحب بك راجيا من الرب أن يباركك ويعطيك سلام الله الذي يفوق كل عقل. أود أن أشجعك كي تخبر آخرين عن هذا البرنامج وتشجعهم كي يصغوا إليه، والرجاء إن أمكن أن تستخدم التليفون الآن إن وجد لديك وتخبر أصدقائك لكي يستمعوا إلى هذا البرنامج على أجنحة النسور. وشكرا. في هذا اليوم نأتي إلى دراسة حجة أخرى في هذه السلسلة من دراسة الكتاب المقدس لجواب على سؤال الكثيرين الذين يسألوننا كمسيحيين، لماذا تؤمنون أن المسيح هو الله؟ قلنا أولا لأنه الوحيد وبدون استثناء بين كل بني البشر الذي ولد من عذراء، ثانيا لأنه الفريد وبدون أي شريك بكونه كلمة الله، ثالثا إنه جزء لا يتجزأ من روح الله، رابعا إنه العالم بكل شيء ولا يحتاج أن يعلمه أحد أي شيء، خامسا لأنه وحده انفرد بمعرفة أسرار الناس وخباياهم، سادسا لأنه صنع معجزات خارقة لم يصنعها أحد لا قبل ولا بعد، سابعا لأنه الوحيد الذي استطاع أن يعطي تلاميذه السلطان ليصنع الخوارق باسمه، ثامنا لأنه كان فريدا إذ أقام الموت بكلمة من فمه المبارك. أما تاسع ميزة والتي هي دراستنا في هذا اليوم كانت محصورة في شخص المسيح فقط، وهي أنه تميز عن جميع الأنبياء بعصمته وانفراده بالكمال، إذ أخطأ جميع الأنبياء والقديسين وذكرت خطاياهم، فكان المسيح هو المستثنى الوحيد الذي لم يعرف خطية ولم يكن في فمه غش. فالتوراة والإنجيل والقرآن يخبروننا بأن جميع البشر قد أخطأوا، قديسين كانوا أم أنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى داود وإلى سليمان، ولأنهم قد أخطأوا فإنهم احتاجوا أن يطيعوا وصية الله وأن يقدموا الذبائح للكفارة عن خطاياهم. لذلك عندما قدم القديسون والأنبياء ذبائح الكفارة كان ذلك اعترافا صريحا وواضحا منهم بأنهم خطاة أمام الله ككل الناس. أما الوحيد المستثنى بين جميع الذين ساروا على وجه هذه الغبراء في جميع الأجيال الذي كان معصوما عن الخطأ والخطيئة هو الرب يسوع المسيح وحده لا غير. جاءت التوراة لكي تشهد له بالنبوة أنه كامل، لذلك قال النبي إرميا: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر يجري حقا وعدلا في الأرض، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. إرميا الإصحاح 23 والآية 65. ولأنه غصن البر الذي سيدعى الرب برنا نعلم عندئذ أنه الكامل المعصوم. أما الإنجيل فيخبرنا بأن يسوع وقف أمام رؤساء الكهنة وواجه جميع الأجيال متحديا قال: من منكم يبكتني على خطية؟ والجواب كان أنهم جميعا قد أبكموا إبكاما تاما. وعندما حاكموا المسيح أوقفوه أمام محكمة اليهود ومحكمة بيلاطس الرومانية ومحكمة هيرودس المحلية وأصدروا قراراتهم النهائية، وقد عبر عنها الحاكم الروماني بيلاطس عندما أعلن عند نهاية محاكمة يسوع قال: قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب، وها قد فحصت قدامكم وأنا لست أجد فيه علة واحدة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس أيضا لأني أرسلته إليه. ولأن الرب يسوع المسيح هو الوحيد الذي ولد من عذراء بدون عامل الأب البشري، لذلك هو ولد بلا خطية، ومع أنه عاش في عالم مغموس في الخطية إلا أنه حافظ على نفسه من كل خطية لكي يتمم خلاص الإنسان. قال: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق، أي أنه عاش حياة الطهارة والقداسة لكي يخلصنا. وجاء بطرس الرسول لكي يخبرنا قائلا: فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد. ففي كل المراجع الدينية مهما كانت تجد أن كل الأنبياء كانوا بحاجة إلى ذبائح الكفارة
كي تغفر خطاياهم، ولكنك لن تجد أي مرجع ديني يخبرك بأن المسيح قد احتاج بأن يقدم ذبيحة عن نفسه ليكفر عن أي خطأ أو خطية. وأيضا جاء في القرآن بأنه كان وجيها في الدنيا والآخرة، وذلك لأنه هو وحده قد جاء لكي يعيش حياة الطهارة، كي يصبح هو نفسه الذبح العظيم وذبيحة الكفارة عن خطايا البشر. جاء يوحنا الرسول لكي يخبرنا أن المسيح قد أظهر لكي يرفع خطايانا، وهو يستطيع أن يرفع خطايانا ويغفرها ويكفر عنا، لأنه هو نفسه ليس فيه خطية، وهو وحده قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. لذلك هو وسيط لعهد أعظم، فيه يقدم الله خلاصا مجانا لكل إنسان يؤمن بعمل المسيح الفدائي على الصليب. لذلك ذلك العهد قد تثبت على مواعيد أفضل، فيه الله يقدم لك حياة أبدية وخلاصا أبديا. وإن كنت لم تقبل كفارة المسيح عن خطاياك بعد، فإنه يدعوك الآن لتؤمن به وتقبله مخلصا شخصيا لحياتك، كي تحصل على الحياة الأبدية وسلام الله الذي يفوق كل عقل. والإيمان هو أن تقبل في قلبك أنه ربك وإلهك، وعندئذ تستطيع أن تتأكد أن لك حياة أبدية وسلام الله الذي يفوق كل عقل، حتى في عالمنا هذا الذي يفتقد السلام والطمأنينة. والآن كلمة لتأملاتنا. شعر جميع الأنبياء والقادة كما يشعر باقي الناس عندما يداهمهم الموت أنهم سينتقلون إلى الأبدية دون أن يكونوا قد تمموا مهمتهم، وأنهم سيتركون الكثير من أعمالهم وأهدافهم دون أن تتحقق، أو يعبرون عن أمنية مستحيلة لا يمكن أن تتحقق، إذ يقولون يا ليتني أبتدئ من جديد فأغير الأسلوب والسبل والوسائل والأهداف التي صرفت حياتي في اتباعها لإنجازها. فحياة الإنسان تمضي بسرعة، وقد عبر النبي إرميا عن حالة البشر تلك تعبيرا شعريا قال: مضى الحصاد وانتهى الصيف ونحن لم نخلص. فمهما خطط الإنسان لنهايته ومهما طالت سنوه، تجد أن الموت يأتيه مداهمة والنهاية تفاجئه وكأنها بغتة، فتبدو حياته وكأنها قصيرة للغاية، وتبدو أيامه وكأنها ثوان غير كافية لتتميم أعماله. فحياة الإنسان تنتهي ولكن لا نهاية لعمله. وقد وصف أيوب ببلاغة حالة الإنسان هذه إذ قال: الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا، يخرج كالزهر ثم ينحسم ويبرح كالظل ولا يقف. وأما الرب يسوع المسيح فيختلف كل الاختلاف عن جميع بني البشر، ومع أنه عاش حياة قصيرة على هذه البسيطة استطاع أن يتمم كل النبوات المدونة والتي فصلت كل ناحية من نواحي حياته. وهذا أمر مستحيل على أي إنسان أن يقوم به في سنوات طويلة وكثيرة، فكم بالحري تطبيقها ضمن أيام قصيرة ومحدودة، وهو وحده قد استطاع أن يتمم في وقت قصير ما لم يستطعه غيره في سنوات طويلة. فبالمفارقة مع جميع الناس والأنبياء والقادة، كان المسيح الشخص الوحيد في كل التاريخ الذي استطاع أن يقول عند موته: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. وبأن عمل حياته كله قد أكمل في الوقت الذي ارتفع فيه على الصليب فوق تل الجلجثة. وبهذا تميز المسيح عن كل بني البشر وأنبيائهم، إذ أيقن كل الإيقان عند موته بأنه أكمل مهمته التي جاء من أجلها بجملتها، وحقق كل العمل الذي جاء ليتممه، إذ مات على الصليب لكي يتمم خلاصنا ولكي يعطي الإنسان حياة أبدية وسلام الله الذي يفوق كل عقل. إن كنت تود أن تحصل على نسخة من الإنجيل مجانا أو نسخة من العهد الجديد باللغة الإنجليزية والعربية مجانا، أو تريد أن تبتدئ بدراسة حياة الرب يسوع المسيح بالمراسلة مجانا، أو إن كان عندك سؤال عن أي موضوع في الكتاب المقدس أو تعليق على برنامجنا هذا، أرجو أن تتصل بنا على العنوان المدون على هذه الصفحة، والرب يباركك ويعطيك سلام الله الذي يفوق كل عقل. أرجو أن يكون لك الوقت أيضا اليوم أو غدا أو في هذا الأسبوع أن تستمع لحلقة أخرى
من هذا البرنامج البديع، وأرجو أن تخبر آخرين أيضا لكي يستمعوا إليه ويجدوا بركة من الله لحياتهم. والرب يباركك بركة حتى لا توسع. ولكي تتوصل لسماع إحدى هذه الحلقات من هذا البرنامج، أرجو أن تذهب لليوتيوب وضع اسمي على search line سطر البحث وينستون مازاكيس. طبعا هذا سيأخذك إلى صفحتنا وأنت ستنقي الحلقة التي تريد أن تسمعها، وأنا متأكد أنك ستجد بركة بسماع كلمة الرب. الرب يباركك.